بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا درسنا لنهار اليوم متعلق بالهندسة والفضاء وموجه لأشبال وأبطال السنة الخامسة ابتدائي. إذا وردت إلي مجموعة من الأسئلة. أول سؤال ما هي الزاوية يا أستاذة؟ السؤال الثاني ما هي انواع الزوايا وثالث سؤال كيف اقارن بين زوايا مختلفه اذا تابعوا اذا السؤال الاول ما هي الزاويه اذا ابنائي الزاويه هي شكل هندسي ناتج عن تقاطع اما مستقيمين او نصف مستقيمين او قطعتين مستقيمتين انظروا اذا لدي راس وضلعان اذا الضلع الاول ثم الضلع اذا راس وظلعان اذا ما يهمني في الزاويه هو هذا الانفراج او الانفتاح ولا يهمني اطوال هذين الضلعين اذا اعيد تتكون الزاويه من راس وضلعين وهي شكل هندسي ناتج عن تقاطع قلت مستقيمين او نصفي مستقيمين او ماذا قطعتين مستقيمتين اذا الان ما هي وحده قياس الزوايا اذا وحده قياس الزوايا هي الدرجه اذا الان احاول ان اسمي هذه الزاويه اسميها براسها اذا الراس نفترض او والضلع اكس y. اذا اقول الزاويه اكس او y. او العكس ي او اكس والترميز نرمز الى هذه الزاوية بثلاثة نقاط دائما ابناء الرأس في الوسط ثم الطرفين الضلعين اذا وحدة قياسها هي الدرجة الان الوسيلة المستعملة لقياس الزوايا هي المنقلة وسأستعير منقلة منصة دروسكم اذا انظروا لهذه المنقلة الجميلة اذا مداموا درس في الهندسة ضعوا اللوازم الهندسية أمامكم إذا وأحضروا المنقلة آه أنظروا أضعوا رأس الرأس أو مع يوجد في المنقلة الخاصة بكم إما ثقب صغير أو إشارة زائد إذا نثبتها مع رأس الزاوية ثم الضلع الأول أنظروا في الصفر أم وأتوقف في الضلع الثاني ها آه الضلع الأول ثم الضلع الثاني إذا وسيلة قياس الزوايا هي المنقلة انظروا قيس زاوية الآن قلنا X او Y كم يساوي أبطال انظروا القياس موجود أربعة وثلاثون ماذا درجة ترميز الدرجة هو عبارة عن صفر صغير أقصى اليمين أو سكون إن شئتم قلت نقول إيغريك آه, او او العكس اذا هذه الزاويه اذا وحده قياسها هي الدرجه ويرمز لها بسكون صغير والوسيله المستعمله لقياسها هي المنقله وشكرا لمنقله منصات دروسكم اذا نواصل الان ما هي انواع الزوايا يا استاذه اذا انواع الزوايا ابنائي خمسه الزاويه المعدومه من من تسميتها هي من العدم اذا قيسها يساوي الصفر اذا الضلع الاول انتبهوا انظروا الراس او الضلع الاول او ايغريك هو ينطبق مع الضلع الثاني او اكس هل يوجد انفتاح قلت ما يهمني في, الزاو في الزاويه هو انفتاح إذا لا يوجد انفتاح، إذا الضلع الأول ينطبق مع الضلع الثاني، إذا قيسها ثابت ويساوي الصفر، الآن الزاوية الثانية ألا وهي الحادة، ما معنى الحادة؟ إذا الزاوية عفوا الزاوية الضيقة إذا قيسها محصور بين الزاوية المعدومة والزاوية الشهيرة التي تعرفونها ألا وهي الزاوية القائمة، الزاوية القائمة قيسها تسعون درجة بينما الزاوية الحادة قيسها محدود بين الزاوية المنعدمة أو المعدومة والزاوية ماذا؟ القائمة، إذا إن شئتم من واحد درجة إلى غاية وثمانون درجة كلها زوايا ما بها زوايا حاده اتفقنا يا ابطال الان ننتقل للزاويه الشهيره والكل يعلمها ما هي الزاويه ال قائمة أحسنتم كي الزاوية القائمة ماذا يتبادر لأذهانكم؟ جيد الكوس يلا أحضروا الكوس يلا معي إذا وقيسها ثابت انظروا ضلعي الزاوية ينطبقان مع ضلعي الكوس والقياس أمامكم كم قيسها ثابت ألا وهو تسعون درجة جيد الان النوع الاخر الا وهو الزاويه الان المنفرجه ما معنى المنفرجه من التسميه منفتحه ان شئتم مفتوحه اذا كانت الحاده ضيقه فالمنفرجه ما بها بوريكتوم منفتحة إذن هي الزاوية التي قيسها محصور بين الزاوية القائمة التي قيسها ثابت تسعون درجة والزاوية المستقيمة ما هي الزاوية المستقيمة سنتعلمها؟ هي الزاوية التي قيسها ثابت هو 180 درجة، إذا إن شئتم الزاوية المنفرجة إذا من 91 درجة إلى غاية ماذا؟ أقل من الزاوية المستقيمة، إذا إلى غاية 179 ماذا؟ درجة، إذا أسمي هذه الزاوية، انظروا الرأس إخ ثم ظلع. اغ اس والضلع اغ ك اذا ما نوع هذه الزاويه يا ابطال هي زاويه منفرجه منفتحه يلا نتاكد هل هي اكبر من 90 واقل من 180 دائما السعير بالوسيله وسيله قياس الزوايا الا وهي المنقله اذا الراس مع الراس الضلع الاول انظروا مع الصفر ثم اتوقف ها. إذن اذا الضلع الاول وأتوقف في الضلع الثاني، أنظروا القياس على الشاشة كم تقريبا، نحاول الإزاحة، إذا تقريبا مئة وأربعون درجة. إذا مئة وأربعون درجة أو مئة وتسعة وثلاثون درجة بالفعل هي أكبر من تسعون وأقل من مئة وثمانون إذا هي الزاوية المنفرجة آخر نوع من أنواع الزوايا ألا وهي الزاوية المستقيمة ما معنى الزاوية المستقيمة أستاذتي؟ إذا الزاوية المستقيمة هي الزاوية التي ضلعاها يشكلان أحسنتم من التسمية مستقيم خط مستقيم أنظروا دائما يشتركان في الرأس الزاوية ألا وهو أ الضلع أ إيكغيك أنظروا مع الضلع أ إغ لي مستقيم نقيسها نتأكد يلا إذا أنظروا الرأس مع الرأس إذا نسحب فقط الضلع الأول والضلع الثاني انظروا انظروا أبطالي القياس واضح على الشاشة بالتمام مئة وثمانون ماذا؟ درجة أحسنتم إذا ضلعاها يشكلان مستقيم إذا الحد الساعة نراجعوا الزاوية المعدومه اذا ضلعاها ينطبقان ثم الزاويه الحاده قيسها محصور ما بين الزاويه المعدومه والقائمه ثم الزاويه تليها الزاويه القائمه قيسها ثابت ثم الزاويه ماذا المنفرجه وقيسها محصور بين الزاويه القائمه والزاويه المستقيمه واخر نوع الا وهو الزاويه المستقيمه ثالث سؤال يلا نقارن بين هذه الزوايا إذا بالملاحظة الزاوية القائمة ما بها يا أبطال قيسها ثابت إذا هي ضعف تسعون درجة إذا الزاوية القائمة هي نصف الزاوية المستقيمة إذن الزاوية المستقيمة نقول هي ضعف الزاوية القائمة نحاول الآن ترتيبها إذا ترتيب الزوايا تنازليا من الاكبر الى الاصغر اذا قيس الزاويه المستقيمه 180 درجه تليها الزاويه المنفرجه ثم الزاويه احسنتم القائمه ثم الزاويه الحاده واخر زوايا الزاويه المعدومة، اختبركم يلا نحل معا هذا النشاط، إذا ماذا يقول السؤال؟ لاحظ واستخرج مع الرمز، إذا لدينا شكل هندسي نحاول أن نستخرج منه بعض أنواع الزوايا المدروسة، إذا سنستخرج من هذا الشكل زاوية منفرجة ثم زاوية حادة قائمة فمستقيمة، إذا ماذا لدي؟ لدي مستقيمين ما بهما يبدو أنهما متعامدان ولدينا شكل هندسي ألا وهو المثلث، يلا إذا زاوية وأستعير الآن الكوس، إذا الزاوية الحادة راح تكون أقل من تسعون درجة والزاوية المنفرجة تكون أكبر من تسعون، يلا نطبق مع الكوس. إذا يلا زاوية منفرجة إذا منفتحة ها انظروا تبدو أنها ظل الأول ينطبق مع قاعدة الكوس انظروا الظل الثاني خارج عن الكوس إذا هذه زاوية ما بها زاوية أحسنتم منفرجة ها إذا سأحددها إذا التي رأسها أ وظلعها ب والضلع الثاني اف نعم وهو كذلك نقول اف -E -B او بي او بي او اف نفس الشيء وتوجد زاويه ايضا منفرجه اذا التي راسها اف وضلعها ضلع سي والضلع او هذه ايضا زاويه ما بها منفرجه اذا تبدو اكبر من 90 درجة الآن زاوية حادة ما هي الزاوية الحادة أستاذة؟ هي الزاوية الضيقة ضيقة إن شئتم أقل من ماذا؟ من 90 درجة هذه زاوية حادة أيضا هذه زاوية حادة إذا الزاوية التي رأسها أ وضلع أف وماذا؟ إذا أف أ أ أف أ, أ ها نعود عليها بالألوان أف ا أه. هذه الزاوية أيضا التي رأسها إذا دائما الرأس جيني في الوسط الضلع أ آه والضلع أ أه. اتفقنا؟ جيد الآن زاوية قائمة ها انظروا إذا الزاوية التي رأسها إذا أ آه في الوسط والضلع أ أه أو ب نفس الشيء ضلع أ يعني إيه أ أف, أ أ إف أو أنا أستطيع أن أقول أف إ ب صحيحة الآن زاوية مستقيمة هي الزاوية التي ضلعاها يشكلان خط مستقيم إذا تابع معي أين هي اكتشفتم وجدتموها أنا وجدتها إذا هي الزاوية أنظروا هذه الزاوية صح إذا التي رأسها ا و ظلعها ب اذا ا ب ا ا احسنتم وهناك زاوية اخرى هذه ايضا اذا اف التي رأسها اف و سي س ا اذا اقول ا ا اف س او س اف ا اذا الحمد لله استخرجنا من هذا الشكل الزوايا اذا كنت سعيده جدا بلقائكم في هذه الحصه اضرب لكم موعدا قادما اذا ان كنا من الاحياء لا تنسونا من صالح دعائكم ولكم بالمثل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته